كنبغي نقدم التعازي ديالي للعائله ديال الحاجه الحمداويه والفرقه ديال الحمداويه وجميع المغاربه. الحاجه الحمداويه كانت واحد السيده حنينه، واحد السيده صراحه كدير الخير مزيان صراحه. السيده كانت بحال ماما، السيده دوزنا معها ذكريات كثيره ديالها في المغرب ولا خارج المغرب. يعني كانت سيده سبحان الله العظيم، كانت واحد السيده مزيانه، وكانت الكومنجي ديالها واحد من الفرقه ديالها. الشيخ زيد في الرباط لقيت العائله ديالتها وفعلا دخلنا شفناها الانعاش، شفناها غير من الجهه المسكينه ولكن حركات الراس ديالتها سلمنا عليها، وكانت كدير التنفس وسلمت علينا مسكينه بالراس ديالها. ولكن في الجوج الليل عاود البارح سمعنا الاخبار ديالها بلا توفات. انا لله وانا اليه راجعون. هذه السيده كانت مرا طيبه ومرا خلوقه وكتحب المغاربه وكتحب ولادها وكتبغي الخير للناس ولا الفلوس ماشي ديالها، وكانت فنانه اصيله، لا صوت ولا نخوه ولا لبس ولا ذاكره، وما كانت تعاملت معنا في المناسبات. وكانت كنت واحد النهار كانت جات عندي الكاره للدار، وكانت دير هي كدير النقاب قب مسكينه، وصلت عليا وقال لي ولادي واحد المراه جات تسول عليك. خرجت عندها مسكينه، هي باغا تضحك معايا مسكينه. خرجت عندها قلت لها نعمل لا، قالت لي انا بغيت نخدم معاك. قلت لها شكون انت هي؟ قالت لي انا واحد المراه ورانا كنعرف نغني وبغيت نخدم معاك. قلت لها عرفتك شكون انت؟ المراه كبيره بعد الحاج سمحي لي. قالت لي ميمسك الحاجه هذه حيرت النقاب. دخلت عندي الدار وبقات تضحك معايا مسكينه، وعزفت بالبيانو عندي مسكينه، هي عزفت شويه بالبيانو. ايوا الى الله وانا راجعون. يرحمه الله يوفقك. الحاجه الاخت ديالي، الحاجه واحد الانسانه كريمه، واحد الانسانه خلوقه، الحاجه ما كتوصفش. الحاجه شنقول لك اخت طيبه، تسول على الصغير تسول على الكبير. عندك في اخر مره في السبيطار كانت شويه، ولكن دازت شي يومين ولا ثلاث ايام غوتو عنا، قالنا مشات للانعاش. والبارح تغوتو عنا مع جوج ديال الحاجه توفات. هذاك الشيء الحاجه كانت عزيز عليها، انا هو الصغير في خوته وداك الشيء عزيز عليها. ديما مسكينه كانت حنينه كتبغيني تسول عليا تسول على كل شيء على خوتي. الحاجه ما نقولش لك امنا خدنا، راه ام الشعب كله. الحاجه الحاجه راه انسانه طيبه وانسانه خير. واش نقول لك اخويا؟ انا لله وانا اليه راجعون.